ماشي جندوز اصبح كمهاجم الان. جندوز راح يعمل بالكره لحاله اللومي وماجر يسجل. سجل ماجر يعدل نتيجه بعد هذه المحاوله الفرديه الممتازه من جندوز اللي مرر كورته باتجاه الهجوم. الحارس يدخل الدفاع وماجر يكون في المكان المناسب باش يعدل النتيجه. هدف لهدف الان بعد مرور حوالي 24 دقيقة لعب. هدف لهدف هنا بملعب المزة بعد تعديل ماجر للنتيجة ويتلقى الجمهور يشجع المنتخب الوطني. جمهور كبير يحضر هذا اللقاء بقدر حوالي 2000 انتقلوا إلى ملعب المزة انتقلوا خصيصا للجزائر. كرة مقوّر جيري وريش ماجر يدخل داخل منطقة عمليات ماجر لحل من الناس. لا دخل ومن الناس شوف ماجر محاولة تاعه محاولة ممتازة. ماجر مراوغة ثم توزيع الكرة ممتاز ممتاز. هاو الذكاء هذا الذكاء وهذا هذه هي كرة القدم. ممتاز قاسم سعيد. منصوري راسه ذكية تهدئة اللعب خطرة وتجربة ومستوى فني. عساد يعمل عساد يستعمل المراوغة والهدف الرابع. الهدف الرابع بعد سلسلة من إلى أرضية الميدان. اهتزاز الشباك حتى يتنفس سادني إلى ماجر وماروك تفوتوا هذه الكرة بعد تدخل القصري. تبقى الكرة عن ماروك فتحة ممتازة وإصابة. إصابة أولى لصالح المنتخب الوطني من ماجر. إصابة أولى بعد تردد الدفاع التونسي في الخروج من الكرة هذه اللي كانت ممتازة كانت ذكية من ماروك اتجاه الجهة اليمنى اتجاه القائم الثاني. كان ذكي في توزيعه لهذه الكرة وهذه كانت إعادة. هذا ماجر شوف الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى ماروك. شكرا للزملاء الفنيين بالاستوديو على هذه اللقطات. ماروك شوف توزيعته ممتازة دخول ماجر ورياضية عديدة تحضر هذا اللقاء رياضية دولية معروفة. هناك المخالفة والهدف الثاني. الهدف الثاني من ماجر ممتاز ممتاز يا سلام. هدف ثاني من أروع ما يكون من ماجر. فتحة من بلومي على رأس من ماجر يصعد كل اللاعبين وإباغة السبعي
2-0 في النتيجة بالإعادة. شكرا لزملائي الخبر الوطني، وإعادة من زاوية أخرى. وقت مر والنتيجة لصالح المنتخب الوطني. ماجر محاولة ممتازة، ما فيش تسلل. ياحي وجه لوجه مع الحارس، الهدف الثالث. الهدف الثالث، الهدف الثالث من ياحي، هدف ثالث من ياحي، ممتاز ياحي. الهدف الثالث، الهدف الثالث من ياحي، هدف ثالث من ياحي، ممتاز ياحي. الهدف الثالث، الهدف الثالث من ياحي، هدف ثالث من ياحي، ممتاز ياحي.